صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كلشي بخير، اموركم مزيان؟ رمضان مبارك سعيد، كل عام وانتم بالف خير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده، وغبرت عليكم، غبرت عليكم بزاف لظروف طارئه. اش غادي نقول لكم؟ اش غادي نقول لكم؟ يعني يعجز اللسان باش نهضر. مات لي اعز لوس. اش غادي نقول لكم؟ ماشي لوسي، ما كانش لوسي، كان خويا، كان خويا، كان اش غنقول لك؟ الانسان اللي طيب 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 لواحد الدرجه ما كتصورش، اللي ما كتسمعش من فمه كلمه العار، ما عمره ما تيجرح حتى حد. ما اش غادي نقول لك؟ الكرامه، الفرحه، الابتسامه على وجهه، ما زعما كلمه اش غادي عجزت باش غادي الكلمه اللي غادي نقولها في حق لوسي مصطفى. الله يرحمه ويوسع عليه، وكنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يترحم عليه، اللي فعلا 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 ونعم الاخ، ونعم الاخ، ونعم ماشي لوسي، كان خويا. يعني ما نقولش لكم عائله الله يعمرها دار، الله يعمرها دار، ما نقولش لكم هذا، من فضل الله والحمد لله والشكر لله. كنحمد ربي وكنشكره دائما بان حطني في واحد العائله طيبه طيبه طيبه، عائله ما كت اش غادي نقول لكم؟ بزاف ما يتقال، ما عائله طيبه بزاف 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 بزاف. اليوم بغيت نقول لكم، عرفتي كنت في العروبيه نيت، وبنت لوستي طيبت واحد الشوربه من ألد الشربات اللي شربت في حياتي. مشيت لي ريستورون، يعني المطاعم، وشربت وما شربتش بحال ديك الشوربه صراحه. قلت لها والو، عجبتني، قلت لها والو، تعطيني المقادير. جيت للدار وجربتها وحمقاتني، وقلت ما فيها باس، غنشاركها مع بنياتي بانها فعلا تستاهل ديروها في هذا رمضان، صحيه وغزاله وغزاله وغزاله، ما غتندموش الا درتوها. يلا معايا انا الدريات، وجدت كل شيء دابا اللي غادي انا راه خالتكم، عارفني الا ما تقفطش ما كندير حتى شي حاجه. خديت الكوكوت، هذه الكوكوت فارغه، الفارغه هي اللي غندير فيها هاد الشوربه ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله. خديت هنايا الهاشوار، ولكن ما تنيلوهاش بزاف، قطعوهم بشويه بشويه، قطعو بشويه. خديت جوج خيزويات الدريات، جوج خيزويات، جوج بطاطات، جوج كورجيطات، وخديت بطاطات وكورجيطات، وخديت لفته وحده للتنسيم فقط، خديت لفته وحده للتنسيم فقط، وقطعتهم في لاهاشواغ، قطعتهم في لاهاشواغ، غير لاهاشواغ باش يبقاو شادين راسهم. اما تقطعي سميتو، بغيتي تقطعي طريفه عندك الوقت قطعيهم طريفه، تجلسي وقطعي على خاطرك. انا ما عنديش الوقت، قطعتهم طريفات صغيرين، ها هما باقيين شادين فروسهم، يعني باقيين شادين فروسهم. خديت واحد الكميه من المعدنوس والكرافس، هذا المعدنوس والكرافس. هنا عندي القزبر، كان عندي في الكونجيلاتور، ما عنديش طري، واخا ما كنحملش ندير هذا، ولكن حتى هو ماشي يلاه شي يومين باش دايره. وخديت واحد البصله مشلضه، ما ديروهاش في لاشواغ، شلضوها من الاحسن. خديت واحد الكميه ديال اللحم، وهنايا الشعريه باش غادي هانتوما الدريات، الشعريه باش ندورها. وعندي مطيشه الحك واحد المعلقه كبيره، وعندي طحين باش ندورها بحال الحريره، وعندي واحد الكميه ديال المطيشه اللي شديتها طيبتها وطحنتها وصفيتها، تقريبا اش غادي نقول لكم، شي خمسه الحبات ديال المطيشه. وفي العطريه عندي الملحه، الابزار، الكركم، يعني الزعفران عرق البلدي، وعندي هذا، عندي الزيت البلديه، كرافس، والمعدنوس، القزبر غنخليه حتى الاخر، عندي الحيمات، غندير واحد الكميه ديال
شي جوج معالق ديال الزيت البلديه، جوج معالق. غندير العطريه، عارف العطريه الدريات، نحركهم نشحرهم شويه. راح نطوقو، خليها تعطي شويه ونرجع لها هي بعد ما تبخات ليا، يعني تقدات غير شويه غير شويه ماشي بزاف، تنسجم العناصر ببعضياتها. صافي غنزيد غنروي بالماء، غنروي غنزيد رويت، نزيد شويه الماء اخر. صافي غير طيب شويه الخضره، الخضره دابا حيت مقطعه حيت مقطعه رقيقه وداك الشيء، غير طيب شويه الدريات ورجع معاكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا الدريات غندوز معاكم وغندير معاكم البغرير، البغرير بالفينو فقط، بالفينو فقط كيجي رائع. هانتوما معايا، هانتوما الدريات قلت لكم في ان بول، ولا هادي هي لقيتها قدامي، لقيتها قدامي درت فيها هادي. غناخذها نتوما زلافه، زلافه اونس، زلافه اونس ديال الفينو الرقيق، واحد الكميه من الخميره. شي الخميره دائما نديروها في قرعه الدجاج كتبقى سخون. شيش عادي عادي الدريات عادي هادي، والملحه حاولت الى لقيتو الملحه ديال البحر، انا كندير الملحه ديال البحر اكثريه، كنقص الملحه انا بزاف شي الماكله ديال الدار كنقص الملحه، حيت ولادي انا كياكلوا لي الملحه في الصنقه بزاف. صافي غنخلط الماء دافي دافي ميل البروده، ما يكونش سخون، نخلط عادي صافي، وغنديرو في مولينكس، غنخلطو في مولينكس الدريات. صافي نخلطو مزيان، نخلطو مزيان وغنديرو في مولينكس. هانتوما الدريات ها هي طابت، دابا غادي ندورها، دابا غندورها. انا وجدت الطحين، انا وجدت الطحين ديال التدويره، ها هو خلطتو مطيشه ديال الحك، ها هي حتى هي الطحين، ها هو هيا هادي الشعريه غنديرها هي الاولى، والمعدن والقزبر والمطيشه، هيا غندير هادي يلاه هانتوما معايا في لي زيتاك مطيشه. ندير الشعريه خضره طابت، باش كتجي شويه خاطره عاقده، ربوها ما غتندموش. انا راه ما كندير الحاجه ما الناس نتوما بارطاجيها معاكم، حتى كنجربها، كنجرب يعني شي حاجه عجبتني نجربها، شي حاجه اللي دايراها دائما معتاده عندي نعطيها لكم، شي حاجه اللي ما سميتو راه ما يمكنش امبوسيبل. جربوا هاد الشوربه وتشوفوا واش غتكون خالتي في افتتاحها. خالتي تيستيحه الله يعطيك الصحه، وضامت البنه ها انت هادي راه بيو، اللي تيقول لي ماشي صحيه وداكشي بيو، هادي بغيتو ديروها ديروها، راه كتجي فنه، ما بغيتوش ديروها حتى هي كتجي زوينه. انا كتعجب عجبتني بضامت ضامتي ضامتي، ها ما كاين لا اشهار لا والو، راه ما كثرتش الملحه على حساب على حساب. وهذه بدون مواد حافظه، زدت الزلافه ديالها عاد كنزيد المعدن نص من اللحم كيعطي ديك النسمه. صافي الدريات انا غادي نبقى نحرك هكا، غادي تطبخ مزيان طيب ديك العجينه وتجانس الامور بديتها، عرفتي ما نقولش لكم حد
واحد الريحه طالعه خطيره ما نقولش لكم، كتحمق. جربوها بنيتي وردوا عليا الخبر. هذا غير عطل عليا انا كنطيب فيه تبارك الله. وسط عندي غير بالسمي غير بالفينو حرش رقيق بوحديته تبارك الله ما شاء الله. شوف المتسق انا درت معكم هادي، غنكمل السميتو نكمل البغريرات كامل ونرجع معكم. هانتوما الدريات تبارك الله ما شاء الله جا كيحمق. هانتوما الدريات نوريكم الشرب اللي جا دايره ديك الحمة تديوش عليا شكي جا دايره الشكل النهائي ديالها. هنا غيتسال الفلوغ ديالي، درت المسيمانات على نوريكم دوك المليويات اللي كنت ديك المره حيت بقيت مشاركاهم معاكم. ها هانتو مشاركه بقيت مشاركاهم معاكم الدريات. هانت كيجيو فنين مليويات صغيورين خامرين مليويات ضروري ضروري حنا هادو ضروري ضروري. هنا غادي نسالي معاكم الفلوغ ديالي وكنتمنى نكون وجربوا جربوا جربوا هاد لاسوب. هي اللي يعني هي العنوان العنوان المفيد في هاد الفيديو. جربوا هاد الشوربه ما نقولش لكم كتحمق كتحمق والله. الله يعطيك صحيحتك بوشرة اختي حيت بوشرة عرفتي دارتها لينا في العروبيه وحمقاتني وقلت ليها كيفاش سميتو اديها كيفاش درت وجيت للدار وجربتها حماقين عليها صراحه فنه. وقلت غادي نشاركها مع بنياتي اللي ما كتعرفش بحال ما هكا ومبتدئه وداكشي بغات دير الشوربه ما فيها باس. راه فنه كتجي فنه ديال تحمرت الوجه صراحه. وهنا غادي نسالي معكم الفيديو ديالي وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وما تنساونيش ملي لايك والبارطاج باش تزيد باش نتونكوراجا انايا ونعطي اكثر ما عندي ونبحث يعني كنحمق عليكم والله بنيتي كنحمق عليكم. وشكرا شكرا شكرا لكل من المتتبعين ديالي اللي عزوني فلوسي. شكرا لكم بزاف 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 وبوسه كبيره لكم. وعرفت المكانه ديالتي عندكم وكنتمناكم. هنا غدا نسد الفلوغ وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. والى الملتقى في فيديو جديد كنحمق عليكم.